ما معنى الكرسي وهل يؤخذ في هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه أن يقال ربما كان من الإسرائيليات؟ الكرسي يحمل على معناه اللغوي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيء في تفسيره، فنؤمن بذلك والله المستعان. وتفسير ابن عباس ايضا ان كانت اللغه تقتضيه والا فيخشى ان يكون قد اخذه عن بني اسرائيل.